السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. عندنا نكمل سلسلة دروس الـ Real Time Site Traffic. الدرس فتحنا وصلنا لحد ما دمجنا الملفات في ملف الـ HTML أو ملف الـ Blade بتاعنا. طيب أول حاجة هنعملها دلوقتي إن إحنا عايزين نفتح سوكت جديد مع خدمة ستريم لاب. طيب فتعالوا هنا، أول حاجة هنعملها تعالوا نروح على الخدمة بتاعت ستريم لاب، هاخد السوكت كده كوبي وارمي هنا بيست. مش محتاج انا اليوزر اي دي واليوزر سيكريت دلوقتي، محتاج بس الشانل نيم والاب اي دي. طبعا احنا هنا لو بصينا هنا ادي، هناخد دي كده كوبي لما نقعد نكتب اهي بيست، هشيل الاتنين دول كده مش محتاجهم خلاص. كده كده احنا اصلا الاب اي دي موجود في الستريم لاب فعلا. عايز اتاكد بس ان مفيش طبعا الشانل سيكريت، لان الشانل دي بابليك فمفيش حاجه اسمها شانل سيكريت. بالنسبه عايز اتاكد ان التيست دي موجوده في الاب اللي انا شغال عليه. طبعا احنا كنا شغالين المره فاتت على تراكر ايرب، فانا لازم اجي هنا على الاب واجي على القنوات والاقي هنا كلمه تيست موجوده فعلا، تمام، عشان ميبقاش فيه مشكله بالنسبه لي. طيب هخلي تيست اهي، تمام كده. تمام كده المفروض لما اعمل ريفرش هنا في الصفحه بتاعتي بتاعت المشروع بتاع نعمل انسبكت اليمنت، اعمل ريفرش، تعالى بس نقف على الكونسول اعمل ريفرش، المفروض هيديني ستريم لاب كونكتد. تمام ستريم لاب كونكتد، نعم كلام جميل جدا جدا. طيب انا محتاج بس هنا واحد لاين، مش محتاج اتنين لاين. تعال نشيل اللاين اللي احنا مش عايزينه ونشيل الداتا. طبعا اولا الداتا موجوده هنا في الداتا بوينتس، فانا هشيل كل اللي جوه الاري دي بشكلها، خلي الاري فاضيه. وده بالنسبه لللاين التاني، هشيل اللاين التاني ده خالص مش محتاجه، وهشيل الليجند ده بتاع الكليك، الايفنت بتاع الكليك مش محتاجه برضو بالشكل ده. و هشيل هنا دي كولر واشيل الاثنين دول مش لازم عندي بالشكل ده. كده احنا مستعدين. تعال نعمل ريفرش، المفروض الاقي الموضوع شغال بس مفيش اي داتا بتظهر يعني. تمام زي ما انتم شايفين كده، هو فعلا ايه بس مفيش اي داتا بتظهر زي ما انتم شايفين. كلام جميل جدا جدا. طيب هاجي هنا قبل الريندر انا، تمام، واقول له هنا اس ال اس. اس ال اس اللي هي اختصار ستريم لاب سوكيت، اللي هو البارامتر اللي احنا معرفينه فوق هنا اهو، اس ال اس فور اس ال اس ده. فاضل هنا اس ال اس دوت سوكيت دوت اون مسج. طيب هيساوي فاضل هنا فانكشن، فانكشن ده ترتن بالريز ريزولت بالشكل ده. تمام فالريزولت دي المفروض هتجيلك الداتا اللي هتستريم لو هتبعتها. طيب اول حاجه دايما بعملها ان انا بست الريزلت دي عندي، فاقول له اس ال اتش دوت سيت دوت. طبعا الاس ال اتش ده عباره عن بارامتر احنا لسه ما عملناهوش، هو عباره عن كلاس احنا موفرينه في ستريم لاب. اقول هنا بروفار اس ال اتش، الكلاس ده اسمه ستريم لاب اتش تي ام ال، اس ستريم لاب دوت اتش تي ام ال. ده كلاس موجود في الملف اللي هو اسمه ستريم لاب دوت جي اس، فما تقلقوش يعني، اعمله بس منه هنا نيو الكلاس ده بس كده. تمام فالكلاس ده هياخد داتا ويسيبتها عشان اقدر اتعامل معاها بشكل كويس. تمام طيب بعد كده هاجي له هنا اف ال اس ال اتش دوت جيت سورس. يعني ايه جيت سورس؟ السيم لاب بيبعت لك داتا، الداتا دي ليها انواع، فممكن السيم لاب يبعت لك داتا مثلا يقول لك ان في عضو فلاني دخل او عضو فلاني خرج او يوزر دخل او يوزر خرج، او مثلا في رساله جايه لك على الشانل اسمها كذا، فدي كلها رسائل. فانا بعرف الرساله، بفرق بين الرساله والرساله ازاي؟ عن طريق جيت سورس. كل نوع من انواع الرسائل ليه تايب على الستريم لاب، فالنوع اللي هو بيقول لك ان في حد دخل او خرج للشانل اسمه تشانلز، تمام. فلما يجي لك رساله الجيت سورس بتاعها او السورس بتاعها تشانلز، تعرف ان الستريم لاب بعت لك بيقول لك ان ايه، ان في حد خرج من الشانل دي. تمام فانا هاجي اقول له لو ستريم لاب بعتت لي قالت لي ان في حد دخل او خرج من الشانل، تمام، ساعتها هبدا اقول له هنا تشارت. تشارت ده اللي هو البارامتر بتاع الشارت ده، تمام، هو عامل هنا بارامتر شارت، فاقول هنا شارت دوت داتا دوت زيرو. طبعا زيرو لان انا هنا عندي لاين واحد، لو كان عندي اكتر من لاين هميز بينهم بالاندكسات، فاللاين واحد ده زيرو. لو كنا زي من شويه كان في اتنين لاين يبقى اللاين رقم اتنين ده الاندكس بتاعه بس واحد. المهم
فنقول له هنا اللاين اللي بيساوي 1 دوت اد 2 بالشكل ده، ضيف لي عليه. ممكن تعملها اري وتبوش جوه الاري، بس خليها كده ان دي موجوده في الدوكيومنتيشن بتاعتهم. هم لما تحب تضيف على الشورت بتستخدم الداله اللي اسمها اد 2. المهم فهنا اد 2 اعمل اوبجكت بالشكل ده، واقول له هنا ان الداتا بوينتس، الداتا بوينتس ده الاندكس اللي هو اصلا بيحط جواه. يعني بص لو بصين هنا هنلاقي ان الداتا بوينتس ده الاندكس او الكي بتاع الاري اللي هي بيجيب منها الداتا، تمام. فاقول له ان الداتا بوينتس بالشكل ده، تمام. وبعد كده هبدا اعمل له اوبجكت تاني. اوبجكت هدي له الواي، الواي اللي هو الخط اللي هو بالعرض، تمام. الاكس اللي هو بالطول، يعني كده كده اكس كده واي، تمام. فاقول له هنا الواي خلي لي في حاجه اسمها اس ال اتش. اس ال اتش دي داله او الكلاس اللي هو ستريم لاب اتش تي ام ال اللي هو الكلاس ده. جوه الكلاس ده داله اسمها جيت اون لاين. جيت اون لاين بترجع لك بعدد اللي موجودين اون لاين، تمام. طب بس تشيك كده احنا في حاجه غلط عاملينها. ده اوبجكت بس دي مش تبقى اوبجكت، ده مجرد سترينج، تمام كده. طيب فهنا بقول له لو ستيم بعتت لي ان قالت لي ان في حد دخل او خرج، ضيف لي الشورت، تمام. ضيف لي العدد بتاعه موجود. تعال نجرب بقى، هعمل ريفرش. فعلا في واحد اونلاين اهو، اللي هو انا، اللي انا دلوقتي اونلاين، تمام. طيب تعالى بس نفتح في الشاشه الثانيه كده، حد يخش تاني على نفس القصه. ادي فعلا واحد دخل اهو، بقى في اتنين اونلاين، ده بقى اتنين اونلاين. ندخل واحد تالت، في رابع. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ يعني انت كتبنا حوالي اربع تستر كود بس، يعني زي ما شايفين كده كل دي ناس عماله تخش اهي، والترافيك بتاعي طبعا عمال يزيد لوحده من غير ما اوجع دماغي انا واقول بقى طب سيت انترفال ولا تايم اوت ولا خلافه كده. في مبدا خرجتهم واقفلهم بقفل المتصفحات دي. ممكن اعمل ده ريفرش فيبدا يطوي على بالشكل اللي شايفينه ده. طيب ده كان بالنسبه للنقطه دي. الدرس اللي جاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نخلي الاعضاء، يعني ده كده زوار اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عباره عن زوار. عايزين بقى نعمل شورت ثانيه تبين الاعضاء، تمام. لان عندي نوعين اعضاء وزوار، فانا عايز اعرف الاعضاء كام والزوار كام بالظبط. طيب اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.